نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم بصنعاء ورشة عمل حول استرداد الأموال المنهوبة تحت شعار شركاء في استرداد الأموال المنهوبة، وذلك بالتنسيق مع شركائها من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في الأجهزة الرقابية والقضائية. نتابع. يتراوح حجم الأموال اليمنية المنهوبة وفق تقديرات البنك الدولي بين 50 إلى 70 مليار دولار، وتوجد تلك الأموال في الإمارات والسعودية وألمانيا وسويسرا وفرنسا، وفي حين أن حكومات تونس والقاهرة وطرابلس عينت محققين وقانونيين لتعقب الأموال المهربة، إلا أن اليمن لم تتفق حتى اللحظة على تحديد الجهة الرسمية المخولة بمسؤولية استرداد الأموال المنهوبة. وضمن جهود تخطي ذلك، أقامت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع شركائها في المنظومة الوطنية للنزاهة ورشة عمل خاصة حول الموضوع. توضيح رؤية الهيئة وشركائها من قانون استرداد الأموال الذي هو حديث الساعة، أيضا توعية الرأي العام بقانون استرداد الأموال المنهوبة وما هو المال المنهوب وما هي خطورته، وأنتم كإعلام تلعبون دور في إيصال رسالتنا. أيضا نهدف في الورشة إلى الوصول إلى آليات وتدابير مناسبة لاسترداد الأموال هذه. نيابة مكافحة الفساد أحد الشركاء، والتي من أهم واجباتها اتخاذ الإجراءات القانونية للحجز والتجميد ورفع الدعاوى الجزائية لطلب استرداد الأموال، يتساءل البعض عن هذا الدور، فكان رد النيابة: متى ما عرضت أي قضية تضمت وقائع جنائية لابد النيابة ملزمة للتحقيق فيها وإحالتها للقضاء لإصدار أحكام. إحنا معنا قضايا غسيل أموال أكثر من حوالي خلال 2010 و 2011 أكثر من حوالي 10 قضايا في هذا الحدود، وصدرت أحكام إبدائية وأيدت من الاستئناف، ولكن الأموال المستولى عليها والأموال التي سربت بطريقة غير مشروعة هي أموال في الداخل وليس في الخارج. استرداد الأموال لن يكون إلا بإجراءات قانونية جادة وبشراكة حقيقية وفاعلة لكافة أعمدة النزاهة الوطنية، وإلا لن تتعدى جهودهم هذه القاعة المغلقة.